بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا في المحاضرة الرابعة إن شاء الله في بارت 2. احنا بارت 1 عرفنا ازاي هقدر استخدم برنامج جوجل ايرث او جوجل ايرث برو ان انا اخلق داتا من لا شيء فري، يعني ما فيش اي فيز او اي كوست. ممكن اعمل بروجكت كامل في الريموت سنسنج باستخدام البوزيشنز اللي هي الاكس واي زد او الفاي واللامدا والاتش من البرنامج، وباستخدام ساتلايت ايمج برضو من البرنامج، وفري مش هدفع اي حاجه، والكوست والبادجت بتاعت المشروع كله تبقى ايه عباره عن رقم. هنتكلم في البارت تاني عن مش برنامج. احنا متفقين ان كل محاضره بتكون برنامج سوفت وير وجهاز رفع مساحي، الاثنين بيسبورتوا الجي انفورماتكس ساينس، بحيث ان احنا نكون غطينا تقريبا كل السوفت ويرز وكل الاجهزه اللي بنستخدمها في علم الجيوماتكس او علم الجي انفورماتكس. هنتكلم في السيشن دي عن جهاز اسمه السيدولاي او التودوليت. التودوليت كان زمان جهاز منفصل، يعني في وستيل حتى الان في جهاز منفصل اسمه جهاز التودوليت. طب البوزيشن سوري الفانكشن بتاعته ايه، وظيفته ايه للجهاز ده؟ وظيفته ان هو بيعمل لي دايركشن، ومن الدايركشن دي انا بكالكوليت الانجلز. طب هو ممكن يكالكوليت الانجلز؟ على حسب السيستم اللي فيه. يعني انا عندي سيدولايت دوس اللي هو زي بنظام الدوس شبه كده الكمبيوترز والبي سي، وعندي سيدولايت ويندوز. في الويندوز بقى في عندي ايه بقى انترنال كالكوليترز او كمبيوتر او كمبيوتر انترنال داخلي، بس شبه الكالكوليترز اللي موجودة عندنا كده على الكمبيوترز بتاعتنا والبي سي. بيقدر هو من الدايركشنز يحسب لي الانجلز. يعني احنا اكيد عارفين ان الانجل عبارة عن الديفرنس بتوين تو دايركشن، فمن التو دايركشن دول هبدأ اجيب له وان انجل. انا يعني هو لو اديني الدايركشن انا هبدأ احسب له الانجلز، لكن هو اوريدي يعني اللي موجود دلوقتي في السوق في الكمبيوتر الانترنال كمبيوتر دوت، فهو بيحسب لي الانجلز على طول. طب دوت لو كان سيدولايت منفصل، طب التوتال ستيشن اكيد كلكم سمعتوا عنه، واللي ما سمعش عنه الترجمه الحرفيه لكلمه توتال ستيشن اللي هي ايه؟ المحطه الشامله. المحطه الشامله دي ليه؟ لان عباره جواه خمس اجهزه زي ما احنا شايفين دلوقتي، جواه اللي هو السيدولايت، وجواه حاجه اسمها اي دي ام. يعني ده شكل هو على فكره التوتال ستيشن، يعني ده شكل التودوليت القديم. ده دلوقتي اللي هو ايه، في وان سكرين وفي دبل سكرين. هنشوف الاثنين مع بعض دلوقتي. يبقى انا عندي دلوقتي وهنعرف الفرق بين طبعا الهورزونتال انجل والفيرتيكال انجل. هو السودوليت التودوليت بيجيب لي الاثنين، بيجيب لي الهورزونتال والفيرتيكال، ونعرف الكومبوننت الاساسيه اللي فيه والفرق بينه وبين التوتال ستيشن. وفكره التوتال ستيشن هو بيديني بوزيشن اكس واي وزد، وبيديني ديستانس. اوكي ديستانس يعني هنشوف دلوقتي طبعا التوتال ستيشن ميشن لوحدها يعني، بس احنا بنشوف بس كده دلوقتي التوتال بشكل خاص، وبنكومبير بين السودولايت اند توتال ستيشن. يبقى انا عندي دلوقتي لو اتكلمنا، بس اتكلمت شويه نظري في الاول عشان بس نبقى فاهمين الايه البروسيس او البروسيدجر ماشيه ازاي. يبقى انا عندي دلوقتي دي الهورزونتال انجل، دي سوري الفيرتيكال انجل، وادي الهورزونتال انجل اهي، وده الترايبود لو ما يعرفوش اللي هو ايه، ده السيتنج وذ ثري ليجز اللي بثبت عليه اجهزه، سواء كان بقى ليفلنج شرحناه قبل كده في البلاي ستيشن، اتكلمنا عنه برده نبذه كده، والسودولايت معانا النهارده. فهنشوف اهو ده الايه، ده السودولايت القديم، او ستيل حتى الان برضو نفس الكومبوننت يعني ما اتغيرتش كتير. هو بس اللي بيتغير بس الايه السوفت وير والانترفيس، طبعا بيختلف من شركه لشركه، وشي هو شغال دوس ولا شغال ويندوز. وهنشوف كل ده. دوت اللي هو الجان سايت اللي ببدا اوجه منه، ده الاي بيس اللي هي العدسه العينيه اللي بشوف منها،
دي الميرور اللي هي بتوريني البابل بتاعتي في السنتر ولا لأ، لازم طبعا تكون البابل في السنتر. ودي انا بقرأ horizontal reading و vertical reading. ال vertical reading اللي منها difference between two vertical reading بجيب ال vertical angle، وال horizontal reading اللي هي difference between two reading بجيب منها ال horizontal angle. ودي ده الإبان. أنا عندي طبعا عندي سيركل أو بابل فري، هنا بيكون عندي أيوة عندي واحدة إلكترونيك وعندي واحدة للهورزونتال وعندي واحدة للفيرتيكال، والثري سكرو دي اللي هي اسمها مسامير التسوية اللي ببدأ منها أظبط الإيه الليفلينج أو الهورزونتال عندي. تمام. ده على فكرة الحاجات دي مشتركة، أيوة الكومبوننتس دي كومن بين التوتال ستيشن وبين السيدو لايت. الكومبوننت بقى احنا قلنا الاي دي ام، ايه هو الاي دي ام؟ الاي دي ام ده برضو كان زمان جهاز منفصل كده اسمه جهاز الاي دي ام، اللي هو بتاع الجهاز ده اللي هو اسمه اصلا يعني ابريفيشن لحاجه اسمها الكترونيك ديستانس ميجرنج، جهاز قياس المسافات الالكترونيه. وستيل حتى الان برضو في منه، بس يعني اكيد الشركات يعني ايه اللي هيخليه يشتري اي دي ام منفصل والتوتال ستيشن والتوبوليت منفصل وسي يشتري تاب منفصل؟ ما هو يجيب توتال ستيشن في كل ده وكمان مور اكيوريت، مو ليس اكيوريت وليس كوست يعني، فاكيد بندور على كوست ولا اكيوريسي. عندي برضو للالكترونيك سيدلايت الالكترونيك، لان في سودلايت اللي هو القديم فاكرين برضه زي ما كنا بنتكلم الفرق بين السيلف ليفلنج والليفلنج، الالكترونيك ليفلنج والديجيتال ليفلنج. بيكون طبعا فرق في الكومبوننت بتاعت الجهاز وطريقه ان هو سيب في انترنال ميموري فبيسيب الداتا، لا ما فيش انترنال ميموري فانا بضطر ان انا اكتب الداتا انا بايدي. فهنشوف الفرق. اللي هو التدوليك العادي مش الالكترونيك دوت كان في كده حاجه شبه ايه المنقله كده، ببدا اظبط انا الزاويه واشوف بقرا انا القيمه من الشرط او التكس اللي بتكون موجوده، لكن الالكترونيك ده على طول في سكرين فالفاليو بتظهر على السكرين فشغله كويس يعني. ده اللي موجود دلوقتي وده اللي كل تقريبا الشركات والمكاتب شغاله بيه. الام كور المايكرو بروسيسور ده برضه اللي هو بايه بيحسب فيه عندي الحسابات، وعندي الداتا ستورج اللي هو الانترنال ميموري ده اللي بيسيب الداتا بتاعتي، وعندي البريزم طبعا اللي ببدا احطه عند التارجت اللي انا عايزه اشوف الدايركشن بتاعه او عايزه اشوف البوزيشن بتاعه. ده ايه؟ ده الديجيتال سيدولايت اهو، ده الديجيتال سيدولايت اللي هو ايه الفاليو بتظهر لي على الديجيتال سكرين دي. دوت معانا الكومبوننت بتاعت التوتال ستيشن هي نفسها تقريبا يعني، هي مختلفه من جوه ان هو عندي اي دي ام، من جوه ان انا عندي مايكرو بروسيسور، من جوه ان انا عندي ايه تاني طبعا الديجيتال سوري الانترنال ميموري والستورج بتاعت الانسترومنت، لكن طبعا عندي الهورزونتال سيركل والفيرتيكال سيركل والبلاك بابل والهورزونتال بابل وعندي الفيرتيكال بابل. وايوه عندي الكومينيشن اكس الاكس بتاع اللي هو اللاين اوف سايت او الجان سايت بيكون عندي اثنين، عندي واحد تحت زي كده لو حد قصير يعني، وعندي واحد فوق ببدا ايه اعمل بيه التوجيه بتاعي. ده طبعا الايه ببدا اظبط الرؤيه شبه ما كنا بنظبطها في الليفلنج من هنا من يعني البقر اللي حوالين الاي بيس دي، ببدا اظبط منها الايه السايت عندي او اللايتين، وببدا اظبط طبعا الثري بابلز. هو الفكره ان انا ما بظبط تو بابل، الثالثه بتتظبط اوتوماتيك، بس مهم جدا طبعا ان انا اظبط البابلز قبل ما ابدا شغل يعني. وهنا برضو ادي هو الاكس بتاعي، ادي الكولوميشن اكس اللي هو اللاين اوف فايت والهوريزونتال والفيرتيكال والبابل، ادي دي اللي كانت زمان بقى اللي انا بقول لكم عليها اللي هي الايه السيدولايت العادي اللي هو الاول فاشن. كان بنفضل بقى نشوف بقى هي عند التيك رقم كام، فانا ببدا انا اللي بقرا بعيني، لكن السكرين دلوقتي هي الفاليو بتكون موجوده عليها على طول اوتوماتيك. بس برضو اللي موجود ده ايه
اشوف هو دايركشن ولا انجل، تمام؟ لان هو لو بيقرا سيبوليت فهو بيقرا ايه الدايركشنز فروم البوينت اللي انا مثبته عليها الجهاز للبوينت اللي انا مثبته عليها البريزم اللي هي بتعتبر التارجت بالنسبه لي. اوكي بس عايزين نبص كده، بص على التيبل اللي هو الحسابات بتتحط عليه. ادي ده ترايبود اهو، بثبت عليه الجهاز اهو، بشيل الجهاز من البوكس بتاعه وببدا احط الجهاز. طبعا لازم تكون ماسكاه من تحت ومن فوق عشان الجهاز ده بيكون تقيل وطبعا بيكون كوست يعني. ببدا اظبط طبعا من الليجز دي، اظبط البابل اللي هي السيركيولر البابل من الليجز بتاعتي، وببدا اظبط البابلز الثانيه. احنا طبعا انا عندي 3 بابلز، بعد ما بظبط اللي هي السيركيولر اظبط الهوريزونتال والفيرتيكال. ادي دي الفيرتيكال هي البليت دي اوتوماتيك على فكره، الفيرتيكال دي بتتظبط لما اكون مظبطه السيركل البابل والهوريزونتال بابل. وابدا اشوف بقى الفيس القرايات السيدولايت. في تكنيك في اسمه الفيس ليفت والفيس رايت. انا ليه بقرا الانجل فيس ليفت وبعدين الف تاني جهاز 180 درجه عشان اقراها او لو ركزتوا ده الفيس، ده الفيس رايت. دي موجوده عندي رايت. الفيس ليفت بقى لا، موجوده عندي في الليفت. ايه الفرق بقى؟ لو انا قريت الانجل فيس ليفت ورجعت تاني قريتها فيس رايت، انا كده بدي مور اكيورسي، يعني بعلي الدقه بتاعه الايه الميجرمنت بتاعتي، وده اللي بيتم فعلا. هوريكم بس تيبل، وهنا برضو بيشرح لك تاني الفرق بين الفيس ليفت والفيس رايت. بيكون الفرق بينهم 180 درجه، والمجموعهم بيكون 360 درجه. وهنا ده لو احنا برضو هنقراه على التكنيك القديم، انا برضو كنت بقرا الانجل. بقعد اشوف بقى المايكروميتر واقف عند فين، واشوف بقى الدجري والمينت والسكند. فالموضوع طويل، بس دلوقتي لا، دلوقتي كل القرايه عندي بتكون على الديجيتال سكرين دي، فالموضوع سهل وبسيط الى حد ما. اهو ده الكيبل هنقفل بيه السيشن النهارده. اهو بسيب بقول ان البوينت اللي انا موقف عليها التارجت اسمها بوينت A، وبقول الهورزونتال سيركل عندها كذا، ويعني بعمل كيبل الهورزونتال سيركل وكيبل للفيرتيكال سيركل. طبعا انا عشان اجيب، احنا اتفقنا ان انا عشان اجيب انجل بقرا تو دايركشن، اجيب الديفرنس بتوين ذم، تمام؟ ده كده يبقى التوتال سوري السيدولايت اهو، ده التارجت بتاعي بحطه، ده البريزم، يا اما بحطه على مكان عالي او بحطه على مكان منخفض حسب التارجت بتاعي. يعني سي لو انا التارجت بتاعي عباره عن حرف سور حاجه، فبروح بحط البريزم ده عباره عن منشور زجاجي، بروح مثبتاه على الكورنر بتاع البيلدينج. طب سي البوينت اللي انا محتاجاها بوينت على الجراوند سيرفيس، فاوريدي انا مش هشوفها، فبروح مثبته البريزم على ستيك، وبتكون الستيك دي خاصه بيه مش اي ستيك، يعني هي اللي هي الستيك دي، هي دي اللي خاصه بالايه؟ بالبريزم، لان طبعا هو بيكون عباره عن منشور زجاجي، فلازم الحاجه بتاعته علشان ما يتكسرش، لان طبعا بيتكسر. فكده غطينا التدوليت وعرفنا التكنيك بتاعه وعرفنا الكومباريزون بين السيدولايت اند توتال ستيشن. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تبعتوا لي على الايميل او على الكومنتس اللي على الويب سايت بتاع روان. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم المهندسه دعاء الشعراوي.